شكرا لحضوركم هذا اللقاء الذي سيخصص للحديث عن المراجعة، تقرير المراجعة الدورية وما تبعه من توصيات من قبل مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 5 مايو. طبعا هناك 175 توصية صدرت، من يعتقد أن بعضها مكرر وبالتالي يلغي العدد، ينزل بعدد التوصيات إلى دون ذلك فهو مخطئ. فالتوصيات تكرارها معناتها يعني ما زالت حية وما زالت محسوبة. فهناك 175 توصية تنتظر التنفيذ، بالإضافة إلى المطالبة المستمرة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة للبحث ما جرى في 11 فبراير 2011 وما تلا ذلك في نفس العام. سيحدثنا باستفاضة عن التقرير ومناقشات مجلس حقوق الإنسان والتوصيات الأستاذ عبد النبي العكري، ونأمل أن يكون هذا اللقاء مفيدا لمناقشات تلي الحديث. شكرا جزيلا. مساء الخير جميعا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، والشكر للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا اللقاء. كما أود أن أشكر صحيفة الوسط لتغطيتها المتكاملة إلى ليس فقط لهذا الحدث في الأمم المتحدة الحقوقي، وإنما تقريبا كل منذ إنشائها تغطي الأحداث الحقوقية بشكل موضوعي، والشيء الذي تفتقد إليه العديد من الصحف الأخرى للأسف، بل العكس تأخذ موقفا سلبيا. بالنسبة إلى المراجعة الدورية الشاملة، أود أن أعطي يعني مختصر إلى هذه الآلية الجديدة. هذه الآلية الجديدة كانت بتوصية من المجلس، من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لأن الجمعية العمومية المتحدة هي التي أصدرت قرارها بتطوير ما يسمى لجنة حقوق الإنسان أو Human Rights Commission اللي كانت موجودة منذ تأسيس الأمم المتحدة في 1946، بدءا من 2008 أن يكون هناك مجلس حقوق الإنسان. ومع ابتداء مجلس حقوق الإنسان أضيفت له آلية جديدة واللي هي يسمونها المراجعة الدورية الشاملة أو Universal Periodic Review. سابقا كان تعالج قضايا حقوق الإنسان منفصلة، يعني قضية الأطفال، الإعدام، التعذيب، المرأة إلى آخر ذلك، حقوق اقتصادية، ولكن كل هذه الحقوق هي مترابطة مع بعضها بعض. وكان بعد تجربة طويلة ارتوي أنه الأفضل على الإبقاء على الآليات القديمة، لأن الآليات القديمة لها مواثيقها ولها اللجان المنبثقة لمراقبة تنفيذها ومتابعة تنفيذها، وآليات الهيئات المكلفة بهذه المتابعة، ولكن ارتوي أن إلى جانب ذلك أن تكون هذه الآلية الجديدة UPR. وبدأت في 2008، يعني هو أقر إذا مو غلطان في 2006 أقر القرار مال الجمعية العامة، وبعدين طبعا أقرها مجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم بدأ يعني مع انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي طلب من الدول، جميع الدول تخضع لها، لو ليس فقط في الآليات القديمة الدول المصدقة للاتفاقية هي التي تخضع فقط إليها، بينما التفويض الجديد أن جميع الدول تخضع لها. وطلب من كل الدول أن تتقدم بمتى هي مستعدة، وكانت البحرين من ضمن أول 8 دول التي تقدمت للمراجعة الدورية الشاملة، وإلى جانب المغرب وتونس والإكوادور والهند
والمملكة المتحدة وفنلندا. طبعا كما تعرفون 2008 كانت الأوضاع مختلفة، كانت في أجواء من الانفتاح، من التعاطي الإيجابي مع حقوق الإنسان من قبل وزارة الخارجية ومع الوزارات الأخرى حتى. وكان نزار البحارة، دكتور نزار البحارنة، هو وزير الدولة مكلف بحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، إنسان جاي من صفوف الأكاديمية، ويعني هو نفسه عنده هذه التوجه. وكانت البداية معقولة، بمعنى أنه مو يعني ذاك الممتازة لكنها كانت معقولة، بمعنى أن كانت تمت لقاءات، والأهم أن قدم أول تقرير من قبل مملكة البحرين في ضمن الآلية في دورة مايو يونيو، آخر مايو كان بداية يونيو. وهذا كان عرض إلى أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في ذاك الوقت. طبعا اللي يعني كانت معقولة ذاك الوقت الأوضاع حقوق الإنسان، والمهم هو أنه البحرين التزمت طوعيا ب 18 توصية، 18 قضية، منها تعديل قوانين العمل بالنسبة للأجانب وخدم عاملات المنازل، منها حقوق المرأة في تعديل التشريع بما يتعلق بحقوق المرأة، تعديل تعريف التعذيب في القوانين، إنشاء هيئات مستقلة وإلى آخر ذلك. يعني المهم 18 التزام طوعي ممكن الرجوع لهم. ولكن من البداية طبعا لا نقول أن مشاركة المجتمع الحقوقي كانت كاملة، لم التقرير لم يقر من قبل المنظمات الحقوقية أو لم يشاركوا فيه بشكل جدي، يعني صار في جلسة عمل لكنها لم تأخذ كل المرئيات المجلس. الوفد، أنا أتذكر رح ذهبنا وفد في 2008 أنا والأخ عبد الله الدرازي، هذا اللي أتذكره، جو من الناس من الخارج لكن هذا هم نحن اللي حضرنا. وكان الوفد الرسمي في حدود إذا مو غلطان يمكن 38 شخص، وكان هناك منشورات بالهبل، كل الورق المصقول. وعندما عمل حتى حفل استقبال لم ندع له، وعاتبنا ذاك الوقت الدكتور نزار البحارنة، قال يعني هذا الدبلوماسي ما أدري إيش، المهم مهم بس كان هناك في تعاطي. الآن 2008 الدورة القادمة هو يسمونها سايكل، دورة أولى دورة ثانية. الدورة هذه الأولى التي بدأت في 2008 يجي دورها في 2012، أربع سنوات. خلال هذه الأربع سنوات كان من المفترض على مملكة البحرين أن تنفذ 18 التزام دوري، ولكن لو رجعنا حتى هذه 18 وفي تلك الظروف لم يتم الالتزام بها، يعني رفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة التعذيب، رفع التحفظات عن السيداو، القانون العمالة المهاجرة وعائلاتهم، يعني ممكن أعدد عديدة، إنما كان وعود أنه أوكي سندرس غيرها جالسة عملية إلى آخر ذلك. كان في يمكن من المنجزات إنشاء مجلس الأعلى للمرأة ليهتم بقضايا المرأة، وكان هذا محل الترحيب. الآن جينا طبعا التنفيذ، البحرين طلبت من اليو ان دي بي، برنامج الأمم المتحدة للماي، أن يساعدها في آلية متابعة تنفيذ الالتزامات الطوعية 18 زائد الملاحظات اللي أبدوها بعض ذاك الوقت، ملاحظات وليس قرارات في 2008 من قبل بعض الدول والمنظمات الحقوقية، وما يسمى بالكاباسيتي بيلدينج أو بناء القدرات. وبالفعل برنامج الأمم المتحدة للمائي رصد مبلغ لا أتذكر الآن، بس في حدود يمكن فوق المليون دولار، وتشكلت لجنة سموها لجنة التسيير، لجنة ستيرينج كوميتي للمراجعة الدورية الشاملة، واللي أدخلت فيها برئاسة اليو ان دي بي برنامج الأمم المتحدة السيد آغا ذاك الوقت، والنزار البحارنة عن وزارة الخارجية، إضافة إلى المنظمات الحقوقية. وأعتقد في البداية كان اتحاد العمال الخارج الداعي، واقترحنا احنا اتحاد العمال واتحاد النساء، كان الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان جمعية شفافية طبعا، إضافة إلى الجونجو اللي تعرفونهم، ومندوبي المنظمات الهيئات الحكومية المعنية، يعني مثلا
العادل العمل إلى آخر ذلك، التنمية، الشؤون القانونية، دعوا كانوا يحضرون داخلية. يعني طبعا ما كان هناك في لجنة ستيرنج كوميتي، هي تحولت من ستيرنج كوميتي إلى لجنة متابعة، لأن ستيرنج كوميتي لما تقول لجنة تسيير يعني تكون مقررة. لم يكن يعني كنا نناقش ونعترض ونقص، ولكن كان هناك في برنامج ماشي لعقد ندوات وعقلت وتدريب ورش تدريب مثلا مع الاي بي تي اللي هو رابطة مناهضة التعذيب، سووا ورش حول قضية مناهضة التعذيب، عملوا مؤتمر ضخم جدا للدول اللي مشاركة في آلية المراجعة الدورية الشاملة، ودعوا له يمكن 40 بلد أو 45 بلد، احنا حضرنا كمراقبين. وعلى امتداد الفترة هذه كان هناك خلنا نقول ثلاث اتجاهات. كان اتجاه الحكومة بأن يعني هذه المسألة تحتاج إلى وقت ونحن نتقدم إلى الأمام، وكان في وجهة نظر انتقادية من المنظمات الأربع اللي هي العمال والنساء والشفافية والحقوق، تقول لا نحن لا نتقدم وفي مطلوب كذا وكذا وكذا كذا، وأن تكون مشاركة المجتمع المدني مشاركة فعالة. وهناك طبعا الجونغوز اللي هم يبغون يعني مثلا طلعت مسيرة مظاهرة شغلتها ان هذه تعكر الامن العام والى اخر ذلك، وكان قضية مطروحة ذاك الوقت الشق الجعفري من القانون الاحوال الشخصية، هذا كان الشغل الشاغل واحنا نعرفهم، وما كان عندنا اعتراض انه يكون في جونغو، بس تكون هناك في يعني يعطى كل ذي حق حقه. الان كلنا نعرف ماذا حدث في 2011، يعني حراك 2011، والذي أطاح ليس فقط بما تحقق شوي في فترة الانفراج، وإنما كان بداية لانتهاكات صارخة لم تشهد لها البحرين مثيلا في تاريخها، ويمكن بعد ما في حاجة نستعرضها هذه، كلكم عايشتم هذه الأحداث. جينا في 2012 وكلكم تعرفون الذي صار، فاستقال نزار البحارنة والذي كان هو الحقيقة عنصر إيجابي في القرار الرسمي، ونقلت في البداية التفويض لحقوق الإنسان من وزارة الخارجية إلى وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان، سميت وزارة هالشكل. وكلكم تعرفون موقف الوزيرة من قضية الأطباء والفبركات يعني التي هي ذكرتها، فهذه هي المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان، تصوروا يعني. ولم يكن هناك في عمل شيء، لكننا فوجئنا بنهاية 2011 نوفمبر بدعوة من هذه الوزارة لاجتماع بعد يمكن توقف يعني سنة ونص، وحضرنا الاجتماع ليقال بأن احنا سنتقدم بتقرير في 2012 ونريد مساهمة المجتمع المدني في الفعل، وقيل اختاروا يعني عطونا تشانس احنا الأربعة ان نختار. اخترنا مريم الرويعي، الاخت مريم الرويعي، قلنا لها انت يعني مقبولة لهم يعني تمثلي الجمعيات المستقلة، والجونغو اخذوا بعد عندهم ممثل، والدولة ما ادري اثنين او غيره. ولكن فوجئنا وقيل لنا انتم ستصيغون او شيء من هذا الشيء، ولكن أثناء ذهاب الأخت مريم اتصلت فيه قالت لي هكو يقولون في النسخة المسودة جاهزة. قلت لها بعد ما هم جاهزة نسختهم بعد احنا رايحين شو نسوي؟ قال خلاص، فلم نحضر. وطبعا في المفارقة وهذه ستتكرر، ان عندما وزير حقوق الإنسان صلاح علي ألقى التقرير قال بمشاركة المجتمع المدني وأكررها وغيرها مما اضطرنا ذلك الوقت لنفي. حادثة أخرى تقول بأن جاء هذا الشيء بعد تقرير بسيوني في 26 نوفمبر 2011، والذي أصدر 38 باعتقادي توصية أو فايند يعني ما توصل إليه من وقائع، إضافة إلى التوصيات التي أوصاها وكلكم تعرفونها. ولم وفي ذاك الوقت يعني كل شكليا أنشئ في داخل الداخلية المفتش العام نظرياً قيل إنه منفصل عن وزارة الداخلية، ويمكن صدرت القرارات أيضاً في ذاك الوقت كان
شو اسمه المؤسسة الوطنية المستقلة الوطنية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا، ولجنة الشكاوي ولجنة التحقيق، وقيل خلاص احنا نفذنا كل توصيات بسيوني. هذا في التقرير ها اللي قدمه صلاح علي، قال نفذنا كل توصيات اللجنة البحرية المستقلة تقص الحقائق، ونحن حققنا أو في طريقنا للتحقيق الالتزامات الطوعية 18. كلكم تعرفون أيضا ما جرى في تلك الجلسة، واللي هي 176 توصية تكلمت في ذاك الوقت 83 دولة. طبعا باللغة الدبلوماسية لابد أن الدول حتى تشجع الدولة على التعاطي الإيجابي يمتدحون بعض الأشياء، نمتدح الجهود اللي غيره. فلذلك هنا الرسميين والطبالة للأسف يقولون 75 دولة امتدحت السجل الحقوقي البحري. هم ما امتدحوا السجل الحقوقي، هم يمتدحون يعني يقولون يشجعون هذا الشيء، لكن في وقائع، الوقائع عنيدة. في تلك الجلسة كان هناك في وفد من الحقوقيين حقيقة عدد معقول، ما كان هناك في منع من السفر مثل ما هو واجه حاليا، وتواجد الوفد ولعب دور في شيء آخر مهم، وهو أن الآلية هذه تتطلب بعد يعني ما نهاية الدورة الأولى الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان أو في لجنة خاصة من المفوضية السامية تستلم تقارير، ثلاثة أنواع من التقارير: تقرير البلد المعني، التقرير الرسمي، تقرير خبراء الأمم المتحدة حول مدى تنفيذ أو عدم تنفيذ الدولة لالتزاماتها التعاقدية، يعني مثلا الدولة البحرية منضمة للسداو، ماذا نفذت من السداو، ماذا لم تنفذ، الشكاوى إلى آخر ذلك على سبيل المثال. والتقرير الثالث هو الذي تجميع خبراء المتحدة يجمعون تقارير المنظمات الحقوقية سواء حقيقية أو جونجو، يأخذون يجمعونها مع بعض. وطبعا في 2012 ورغم كل الظروف التي تعرفونها بالفعل قدمت تقارير من المنظمات الحقوقية البحرينية والدولية وشكلت وثيقة مهمة. فإذا كان أمام الدول هذه الثلاث الوثائق، وهذه الدول غالبيتها أيضا عندها وسائلها للتحقق، مو يعني هم يعتمدون على كلامنا احنا أو كلام غيره، كلهم عندهم سفارات، عندهم زيارات، عندهم خبراء. فلذلك جاءت خلنا نسمي 176 توصية تفصيلية صادمة. وفي هذا المجال فقد أدمجت مقررات لجنة بسيوني ضمن مقررات المراجعة الدورية الشاملة، يعني الدول تبنت توصيات لجنة بسيوني وأكدت عليها، أكدت على ضرورة تنفيذها. هذا في 2012. والواقعة التي تعرفونها المشهورة، وهذا يمكن احنا من 2008 بدأت التحرشات بالحقوقيين وبالمنظمات الحقوقية والتشهير بهم، ونحن في جنيف كلكم تذكرون المانشيت الخونة الذين هم في جنيف، وصورنا احنا حتى اللي ما راح سافر بعد خلوه في الصورة، اللي ظروفه ما حالت من سفر كان في 18 اعتقد شخص مطروحين، فعرضت على دوبوي، لورا دوبوي اللي كانت رأس مجلس حقوق الإنسان في ذاك الوقت من أوروغواي، رأسا شافتها، شافت الصور واضحة يعني ما فيها لبس، فخاطبت صلاح علي قالت له الآن أنا أقرأ لك هذه التهديدات ضد الوفد وهم موجودين هنا في هذه القاعة، أريد منك تأكيد بضمان سلامتهم عند عودتهم إلى الوطن. طبعا ردت الفعل لا وهذا غير صحيح، كالعادة إنكار ما هو واقع، وبالعكس. وبعدين تبعت الدول اللي على شاكلتنا يعني شاكلتها أن هذا خارج نطاق منديت التفويض مال رئيسة المجلس، وأنها تجاوزت والتموا عليه، مما اضطر ذاك الوقت قوات الأمم المتحدة أن تحيط بها في سياج لتمنع التعدي عليها، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الأمم في مجلس حقوق الإنسان. وقال طبعا أنه أوكي لا يطمئنوا ونحن بالعكس ونشركهم ولا غيره. طبعا كما تعرفون أمام هذه الصدمة أو هذا الحكم العدد الكبير والجوهري من التوصيات، قالت البحرين نحن
يعني عادة الدول تقريبا معظمها اللي استعرض تونس غيرها والمغرب قبلوا رأسا قالوا نقبل بهذا لا نقبل بهذا عندنا تحفظ، وغالبا قبلوا حتى معظمها. بحرين قالوا لا أعطونا وقت، أعطوهم للدورة سبتمبر مثل ما هو الآن حدث هذه المرة. طبعا في سبتمبر جاء الوفد برئاسة وزير الخارجية وكانت لهجته يعني دبلوماسية أكثر ويعني سوفت، وقال إنه قبلنا 158 وعندنا تحفظ على 13 وعندنا تمنع على 111 أعتقد، وأن الرفض هو بسبب الشريعة الإسلامية. ما تطلع الشريعة الإسلامية إلا لما يجي حقوق الإنسان، يا سبحان الله يعني، أو تتعارض مع السيادة. طيب شو تتعارض مع السيادة؟ أنت قالوا لك بينزلون القوات عسكرية حتى تنفذ، أنت تنفذ، أنت التزمت بهذه الآلية. وفي هذه الجلسة استمع إلى رأي منظمات الحقوقية يعني في من ما يسمى المداخلات الشفوية، إلى جانب الفعاليات اللي كانت مصاحبة رغم كل الظروف. كانت هناك في فعاليات واجتذبت وعدد كبير، وأيضا شفتوا الجونغوز اللي رتبوا الاعتداء على المدارس والمعارضة، يعني طلعوا هذه الطلبة وحوش، هم يدمرون المدارس ويعطلون التعليم وإلى آخر ذلك، وأعمال الإرهاب ووزعوا. والغريب أنه وزعت كتيبات بدون اسم، من هو الذي أصدرها؟ مجهول. وطبعا التغطية الصحفية من خلال الفضائيات المعروفة هي اللي هي يعني ترويجية أو دعاوية، ولكن كانت هذه علامة مهمة. لماذا؟ لأن حتى حلفاء البحرين، مملكة البحرين مثل بريطانيا أمريكا الدول الغربية، انتقدت انتقادات جوهرية وأعطت رغم إشارتها بأن التعاون البحرين في تنفيذها الأخرى، لأنها لا تستطيع أن تغض النظر عما يجري في الإعلان في الواقع. الآن 2012 طبعا أثناء وجود مجلس صلاح علي ولجنة حقوق الإنسان أو وزارة حقوق الإنسان، لم تدعى منظمات الحقوقية لأي اجتماع مع الوزارة، قطيعة كاملة. أوكي، إلى أن كنت تعرفون أنتم بعد جنيف، بعد همشت الوزارة. حتى هو في مقابلة مع افتكر مع الوسط قال والله ما عندي إلا كم من موظف وكم طاولات، ما شغلنا إلا 25% من المساحة المعطية في ميناء الفاينانشال هاربر. وقت تنفيع في تنفيع كله. على كل حال الآن نجري بعد 4 سنوات، بعد 4 سنوات من خلال التجربة. ها، في التجربة الأولى كانت الآلية هو أن تشكل لجنة ثلاثية لتشرف لتدير الجلسة أو تدير آلية العمل، لكن اللي يدير الجلسة هو رئيس مجلس حقوق الإنسان، لكن هذه واسطة ما بين الدولة والجهاز الفني للمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يتولى هو الجانب الفني. ذاك الوقت الآلية هو أن تكون دولة من مجاورة من الإقليم، وكانت السعودية هي اللي رأست اللجنة الثلاثية، ثانياً ما أدري الحين ما أتذكرهم، طبعاً كان في محاباة واضحة. بعدين سنجد إنه هذه الآلية تغيرت. لماذا؟ لأن وجدوا أن هناك إذا تختار دولة من نفس المنطقة تكون هناك في محاباة للدولة التي يتم مراجعتها، ألغي هذا الشيء. ولذلك بعدين عدلت بأن تكون من 3 قارات مختلفة، ولذلك الآن اللجنة اللي أنيط فيها هي اليابان وغينيا وكوبا، واحدة من أمريكا اللاتينية واحدة من أفريقيا واحدة من آسيا، والرئاسة كانت عند اليابان، واللي هي دولة يعني دولة ديمقراطية. على كل حال الآن ناتي عقب 4 سنوات البحرين وغيرها اعتذروا عن أنه ليسوا في وضع اللي يقدرون يقدمون تقرير، ولذلك أعطوا سماح بدل من 2016 خلوه في 2017 في مارس. طبعا هذه الدول الذي يلاحظ بأنه التوصيات التي اتخذت في 2012 مش فقط لم تحترم لم تنفذ، أضيفت لها انتهاكات جديدة أخطرها الإعدام.
أحكام الإعدام وتنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف. أخطرها أيضا القتل خارج نطاق القانون، كم واحد قتل إما في يعني احتجاجات أو غيرها، إسقاط الجنسية، عودة التعذيب بشكل واسع جدا، التضييق على المجتمع المدني اللي هو الحين صرنا نترحم على أيام السلامة الوطنية بالنسبة للمجتمع المدني، كنا كان عندنا حرية أحسن من الحين، منع الحقوقيين من السفر والسياسيين إلى آخر ذلك، الأحكام القاسية ضد الحقوقيين نبيل رجب عبد الهادي إلى آخر ذلك. فإذا جينا فأجلت وقدمت البحرين تقريرها في 2012 كما تعرف، هو موجود سنستعرضه بعد شوي بس أنا أريد أعطي فكرة. عقدت فقط جلسة واحدة مع المجتمع المدني قبل هذا التقرير، أنا ما حضرتها، حضرت يعني شرف عن الشفافية والاتحاد النسائي واتحاد العمال، وكان من المفترض أن يكون المسودة قدامهم حتى يضيفونها وعدونها أو تعطى لهم قبل وقت، ولكن قال لهم أعطونا مقترحاتكم. طيب بعضهم أعطوا مقترحات شفوية لكنها ليس هذا هو الأسلوب، بس الكل قيل لهم بأنه نحن قدمنا تقرير موازي، رأينا في تقرير موازي. وهذه المرة إذا مغلطان 16 منظمة قدمت، بحرينية وعربية ودولية قدمت تقرير، 43 دولة، أوكي 43 زائد كالعادة تقرير الحكومة، ولا كلكم قرأتوه، وإحنا في الدستور كذا وفي ميثاق العمل المغربي وفي القوانين كذا. زين حتى هذه القوانين هي تتنافى مع اتفاقيات الدولية، القوانين تتنافى مع الدستور، تتنافى مع الميثاق العمل الوطني، فما بالك بالعهد الدولي أو الاتفاقيات الدولية. وعلى نطاق التنفيذ او على الاقل فالتنفيذ فالذي يجري أسوأ حتى من هذه القوانين. يقول لك مثلا قانون الارهاب اعتقد 14 يوم بعدين ممكن يعرض على قاضي، طيب هذا في ناس راح 6 شهور ما لا حس ولا خبر. اختفاء القسري ايضا نضيف قضيه الاختفاء القسري. الحقيقه بانه العرض هذه المره الحكومي كان وكما لاحظنا يسمونه العرض التفاعلي اللي صار، يعني العرض الدول والتفاعلي، من الواضح انه المداخلات مكتوبه مسبقا، لان واحد يتكلم عن شيء والرد يكون في 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 وادي ثاني ما له علاقه. واحد يتكلم عن اعتقال النساء يرد عليه عن مجلس الاعلى المرأة، شو دخل اعتقال، شو هذا، شو علاقه هذا بهذا. والمؤسف ايضا مشاركة مجلس النواب والشورى، لأن هذا التمثيل هو تمثيل للسلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية، وكان بإمكان أي دولة تعترض على هذا الشيء. وهذا الشيء أوضحناه إلى المجلس النواب، كان خطأ جسيم المشاركة ضمن الوفد التنفيذي حكومة. أنا لا أريد أن أستعرض، لكن أريد أن أقول بأن في قضايا جوهرية كان هناك في 176 مثل اللي قبل، ولكن قطر ما أدري يمكن بعدين اتصلوا فيه قالوا أنتم معاه شلون معانا ولا شلون يعني بعد يعني شلون مقدمين بعد مقترح. أنا ما استحبت المقترح اللي هي الرعاية الصحية للسجناء، يعني استكثرت على الرعاية الصحية، فصار 175 الذي كل الدول حتى الدول التي امتدحت بعضها تكلموا عن حقوق العمال، الدول الآسيوية كلها، الدول الآسيوية والأفريقية تكلمت عن حقوق العمال وخصوصا العمالة المنزلية. بعضهم قالوا التعاون مع المجتمع المدني. احنا نقول بان الدول الديمقراطية او شبه الديمقراطية كلها تكلمت عن انتهاكات بما فيها حلف امريكا. ممكن الوقت يستعرض هذا. والذي اقول الان ناس كثير يتساءلون، رغم منع الحقوقيين من الحضور الا ان كان حضورهم موجود من خلال تقارير اللي سبق عدوها، من خلال التواصل، من خلال اللقاءات اللي صارت على القارات الخمس مع الدبلوماسيين، وعندما جاء التوصيات يعني قراءة التوصيات، لأن يتركون مجال للدولة إذا كانت تبغى، لأن طلبوا عقب المداخلات الشفوية اللي في 1/5 أن تقدم مداخلاتها بشكل مكتوب بالإيميلز، دققوها، موجودة الوثيقة التي يعني تحفظت يا قطر وكلكم تعرفون. طلب الوفد هاجم المفوض السامي قال إنه غير في تقريره،
أما في البحرين فحدث ولا حرج. هجوم كاسح ضد الدول وضد مجلس حقوق ضد المفوض السامي، ولم باستثناء الوسطة التي نشرت تغطية متوازية، الباقي ما نشروا شيئا للأمم المتحدة، نشروا فقط ورقات الوفد الرسمي مع مغالطات كبيرة، أن 175 دولة تشيد بالسجل الحقوقي، طبعا زائد الهجمات على الحقوقيين العملاء للخارج وإلى آخر ذلك، واللي يطالب بعقابهم واللي يطالب بحق، كانوا قاصرين احنا يعني على اللي يصير فينا. ممكن الأخت تستعرضين بشكل سريع التوصيات، يمكن انتم قريتونها موجودة عندكم في الغيرة، لكنها مداخلات جوهرية، واعتقد بان الحقوقيين يجب ان يرصدوا. وشيء اخر، نتمنى على مجلس حقوق الانسان ان يقترح على المفوضية السامية ان يكلف موظف عند تفويض برصد مدى تنفيذ البحرين لالتزاماتها بموجب اليو بي ار، ويقدم تقرير الى الجلسات مع مجلس حقوق الانسان حتى يكون هناك في رصد يعني منتظم. وشكرا لكم.